أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالإنجازات المتواصلة التي تحققها رياضة الفروسية في المشاركات الخارجية بعد أن سجلت المهر عالي فوزا جديدا بحصولها على المركز الأول في سباق هولدن بلانت رينتلنس للمجموعة الثانية على مضمار كوريج في إيرلندا. قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التهاني إلى الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل مالك المهر عالي بمناسبة هذا الإنجاز، ومشيرا سموه إلى أن فوز المهر عالي يؤكد مكانة مملكة البحرين في رياضة الفروسية خلال المشاركات الخارجية والتي دائما ما يكون حضورها قويا ومميزا. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الإنجاز الجديد للمهر عالي سيكون حافزا قويا قبل المشاركات القادمة، خصوصا أن الحضور البحريني دائما ما يكون شعاره المركز الأول في كافة المشاركات، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركات البحرينية القادمة. من جانبه أعرب الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة عن شكر وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم سموه المتواصل لرياضة الفروسية البحرينية في المشاركات الخارجية، ومؤكدا أن هذا الدعم ساهم بتحقيق العديد من الإنجازات، وما زالت رياضة الفروسية تحصد الإنجازات المتتالية في المشاركات الخارجية. أوضح الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة أن الإنجاز الجديد الذي سجلته المهر عالي يؤكد المكانة المرموقة للمشاركات البحرينية الخارجية والتي كانت وما زالت تضرب أروع الأمثلة بتحقيقها الإنجازات، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز دافع جديد للجميع في المشاركات القادمة. أشاد الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة بالجهود البارزة التي بذلها الفارس كولين كان والمضمر سيمون وايت كريستوفورد طوال الفترة الماضية وبحرصهما على تهيئة المهر عالي بصورة مميزة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح واستطاعة المهر عالي من تحقيق المركز الأول بعد انطلاقة مميزة في السباق الذي شهد منافسة قوية ومثيرة قبل أن تسيطر عالي على الأمتار الأخيرة عبر انطلاقة رائعة حتى خط النهاية لتحقيق إنجاز جديد في المشاركات الخارجية. And then American lady Baker challenge Ayali on the near side. They're wide apart as they go towards the line. Ayali is up, and it's Group 2 compensation in the Sapphire for Colin Keane, as the winner is Ayali from Baker challenge and Rapid Reaction. What a cracking contest that was, and hats off to Ayali.